الجهوي. وبعد هذه الكلمة الختامية سنرفع شعارا واحدا ونصارف، لأن الآن موعد الصلاة. وتحية وشكرا لتفاهمكم. كما لا يخفى عن أحد أن قضية التعاقد هي قضية الشعب بأكمله. ومن هنا نعلن للرأي العام أننا كأساتذة فرض علينا التعاقد، لا زلنا على العهد باقون وعلى درب النضال ساهرون. وتصريحات السيد وزير التربية والتعليم نقول له أن تهديداتكم وتضليلاتكم لن تثنينا عن مسارنا النضالي وعن هدفنا في ولوج أسلاك الوظيفة العمومية. الشعب يريد إسقاط التعاقد، الشعب يريد إسقاط التعاقد، الشعب يريد إسقاط التعاقد، الشعب يريد إسقاط التعاقد، الشعب يريد. ونحن نؤكد له من هذا المنبر أننا وطنيون درسنا في المدارس العمومية بمخرجات ومداخل المنهاج الدراسي المغربي الذي تشرف عليه الدولة، ولسنا كأبنائه الذين يدرسون في المعاهد الفرنسية. نحن أبناء هذا الوطن، ومن حقنا أن نستفيد من هذا الوطن، ومن حقنا أن نخدم مصلحة هذا الوطن. ونقول لهم بأن نسب الإضراب ها هي في شارع طنجة اليوم في الجهة.